الله يرحم قدرنا وحيد هيك حسن ناخذ معطيات حول الحادث السير. هذه شحال كاينه اجراءات الكوستا الدرك الملكي حضور كما كتشوف اثناء الفطور جينا لقيناهم متواجدين بعيد المكان هما قوات الدرك الملكي والوقاية المدنية. مرحبا الرئيس. ترى لي يا دكتور.
جودات رجال الدرك الملكي كما كتشوفوا كيحاول يفتش السياره وربما يلقى شي حاجه خاصه بالمواطنين. كلهم انا راه قبل وقيلا هنا راه نص كل تقريبا ما فاطرينش كاملين الدرك ولا كاع الناس اللي حاضرين هنا. قطع الطريق الدرك الملكي لان دابا باش يخرجوا هاد السيارات، السياره الاولى راه خرجت والثانيه هما تيقادوها. تفتيش دقيق للسياره من طرف رجال الدرك الملكي، 70 مشكورين بحضور السيده القائده ديال 70 حتى هي ديال الطاقم ديالها بالاعوان. الشكر موصول لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذا الحضور في الحادثه بالاجراءات العاديه. الله يجزيك بخير، شكرا.
هي